يا اهلا بحضراتكم، حلقه جديده من رقم 10. زي ما قلت لك كده منذ لحظات، اقرب حد منه بعيد جدا النادي الاهلي يا جماعه في القاره الافريقيه حكايه تدرس، حكايه عظيمه. النهارده قدام الترجي وحش كبير، وحش صعب. نادي الاهلي النهارده بثلاثيه نظيفه على ملعب الترجي، صحيح بدون جماهير الترجي اللي افقدته قوه كبيره جدا، ولكن نادي الاهلي النهارده تكتيكيا وفنيا لعب مباراه كبيره، مباراه بشخصيه البطل. شخصيه البطل. النادي الاهلي في حاله جيده مش في حاله جيده، هو شخصيه، هو اسم كبير. احنا بنتكلم النهارده الاهلي 3-0 قدام الترجي في رادس قبل مباراة العودة اللي في القاهرة يوم الجمعة الجاية، وعشان احنا بنتكلم في الكورة وكل شيء جايز في الكورة والكورة ما فيهاش مستحيل والكلام ده كله، فبنقول ان الاهلي وضع قدم في المباراة النهائية. لكن في حقيقة الامر على ضوء ما قدم اليوم من مستوى للنادي الاهلي قوي ومستوى ضعيف من الترجي، طبيعي النادي الاهلي يبقى في نهائي دوري الابطال وينتظر الفائز من الوداد او الصن داونز. كرة حلوة، كرة ذكية، تكتيك محترم، استغلال الإمكانيات كلها. النهاردة الثلاثي الهجومي للأهلي بقى ثلاثي مثالي ومتفاهم جدا، بيرسيتاو وحسين الشحات وكهربا، متفاهم جدا. تعال على وسط الملعب، ثلاثي رائع جدا جدا جدا، أليو ديانج، مروان عطية، وحمدي فتحي. أداء مميز، أداء رائع، أداء كبير من النادي الأهلي